وكون ان صندوق النقد الدولي وافق على منحنا الفلوس، يدي مصر او منح مصر قرض بقيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، دي حقيقة الثقة في برنامج الإصلاح اللي مقدمه الحكومة. هي ثقة في برنامج الإصلاح ولا عشان كده كده هندفع 53.8 مليار دين خارجي بعد انتهاء مدة القرض؟ لا يعني ده ثقة، لأنه الراجل ده مش هيديكي فلوس، وده مؤسسة مالية. ما انا لحد دلوقتي محدش عارف الفلوس رايحه فين الا اذا كان ضامن ان انت سيادة اللواء، هل حضرتك عارف الفلوس هتروح فين بتاعت قرض صندوق النقد؟ لا ما مش عارف. طيب شكرا. لا سيادة النائب كلمة أخيرة ليك، امتى امتى الحكومة هتخاف منكم، او امتى الحكومة هتعمل لكم يعني هيبة كده، اما يتقدموا طلب إحاطة، اما تقدموا أسئلة عشان في الآخر ترد عليكم، لانه الناس بتصوت وانت بتقول زي الفل. احنا ال ريت بس في الآخر وبقول لي لو انت عارف برضو ان القرض هيروح فين. حاضر. الحقيقة ان هذه الحكومة اعتادت، او معظم الوزراء ومعظم المسؤولين التنفيذيين اعتادوا على العمل دون وجود مجلس النواب، ومجلس النواب حتى هذه اللحظة لم يتخذ قرار من اعضائه بشكل جماعي ان هم يروا هذه الحكومة ان المسؤولين التنفيذيين ان من يخطئ سيحاسب بشكل قوي. ودي الطريقة الوحيدة ان يعني ان تخلي الحكومة تفهم ان لازم حد يتعاقب ويتحاسب، والمجلس يناقش دوره، وكل النواب يبقوا على قلب واحد، لان احنا كلنا محسوب علينا الاداء السيء للحكومه والاداء السيء للبرلمان، ده رقم واحد. فاحنا بالتاكيد احنا قدام حكومه اعتاد من يعمل فيها ان يعمل دون وجود مجلس تشريعي، لا يرغب في اداء المجلس التشريعي، مستاء من وجود المجلس التشريعي، سميه زي ما ضامن المجلس التشريعي، متصور ان دول مجلس تشريعي. وفي نفس الوقت قدام نواب بعضهم شايف ان ممارسه الدور ده هو ممكن زي ما ممكن احنا، وده على فكره مفهوم يعني عندهم، ما فيش حد بيشكك في وطنيتهم، هو شايف ان زي ما تفضل كده الظروف العامه ما تسمحش بكده، الحكومه بتعمل في ظل ظروف سيئه، انا شايف ان اللي من يعمل في ظل ظروف ما يقدرش ينتج فيها يروح احسن، يعني ما يقدرش، اللي ما يقدرش يعمل ده رئيس الجمهوريه قال اللي مش قادر، اللي مش قادر يعمل في ظل الظروف دي وينتج ما نحتاجه نحن، اللي يخلي الناس تحس بحياه احسن يروح، ده رقم واحد. يا ريت والله. رقم اثنين فيما يخص بس ده دوركم ان هم يروحوا. واحنا ده وده لن يتحقق الا يعني بعقل جمعي لاعضاء مجلس النواب، بان الممارسه دورنا الرقابي واشعار ان ده ترمي كلام على الاغلبيه كده، على كلنا، على كل الناس، وكل الناس ما فيش حد بيشكك في وطنيتهم، بس ممكن ترتيب الاولويات، احساسهم بخطوره الموقف، لكن انا شايف انه يجب المحاسبه الفوريه دي لمصلحه كل الناس. الجزء الثاني فيما يخص القرض صندوق النقد الدولي، ايوه عايزه او لا عارف ولا لا مش عارف؟ انا اصلا رافض القرض ورافض السياسات المرتبطه بيه، واللي هي اصلا جايه باتفاقات مع صندوق النقل الدولي من فتره في اثناء المفاوضات، واحنا مش عارفين عنها حاجه، اللي ادى لطلبات الحكومه بتنفذها وبتقدمها في صوره قوانين، واحنا مطلوب ان احنا نوافق عليها عشان نزود الاعباء على الطبقه الوسطى والطبقه الفقيره، واللي احنا في كل محطه بنرفضها.